السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح نتابع تطور الوستيريا اللي إذا تذكرون شريتها من المعرض الزراعي في 2019، ولكن في شهر فبراير كان أو مارس. راح يطلع عندكم الرابط حق الفيديو اللي أول ما شريتها ونقلتها إلى هذه الأصيص. مثل ما ذكرت لكم طبعا كنت أخليها في هذا الإناء اللي فيه ماي دايمن، على أساس أنه مثل ما احنا شايفين هني ان الأصيص يكون قاعد في الماي والماي يتشرب من فتحات الأصيص، على أساس جذورها تكون دائما رطبة. الوستيريا من النباتات القليلة اللي تستحمل هذا الشيء، تعفن الجذور بالنسبة لها مو بمشكلة، أو جذورها إلى حد ما تقاوم التعفن وما عندها مشكلة في الرطوبة الزايدة بعكس بعض النباتات. مثل ما احنا شايفين ما شاء الله الوستيريا كما ذكرت نموها جدا عنيف، يعني تنمو بشكل جدا كبير. هذه كلها نمو كذا شهر، وفي الصيف طبعا مثل ما احنا شايفين في الصيف بعض الأوراق احترقت، هذه وهي محطوطة في الظل، ما كانت في الشمس، ما تتعرض للشمس، محطوطة في مكان مظلل، ولكن بعض الشمس أو أشعة الشمس توصل لها، فمثل ما احنا شايفين الأوراق يعني صادها بعض الاحتراق. ولكن ما عندي أي مشكلة ما دام النبتة خضراء وفيها نمو. نقطة مهمة أحب أذكرها لكم، إن إحنا لما نشوف الفيديوهات الأجنبية اللي تتكلم عن الوستيريا، وبالذات لما نشوف الوستيريا عند الدول الأجنبية الدول الباردة، نشوفها اللي يخلونها تتسلق البيت وكذا وتزهر وبشكل جميل. إحنا في الخليج هذه ما نقدر نسويه، لأن أشعة الشمس راح تحرق النبتة والنبتة راح تموت، فالنبتة ما تستحمل أشعة الشمس. ولكن في هذه الفيديوهات لما نشوف تقليم الوستيريا دائما يتكلمون عن تقليمين في السنة، تقليم الصيفي لما النمو الأخضر يبتدي يطلع عندي، النمو الأخضر الطويل اللي هو مثل هذه، وفي الشتاء لأنهم عندهم جو بارد فالنبتة تروح في سبات فتسقط كل أوراقها ويبقى بس النمو الخشبي ويصير تقليم ثاني. احنا في الخليج ما عندنا هذه السبات الشتوي، لان البرد عندنا مو بارد كفاية ان النبتة تروح في سبات، فهي دائما مخضرة على ان اوراقها ممكن تتعب من الشمس، ولكن الاخضرار دائما والنمو مجرد طفرات في الموسم. يعني لما يدخل الموسم الزراعي بالذات شهر 10 راح نلاحظ ان هي تطفر ويبتدي فيها نمو مرة ثانية، نمو قوي. فاللي لازم راح اسويه على اساس ان احافظ على شكلها واخليها تنمو بشكل صحيح بدال ما تنتشر بشكل فوضوي، خلنا نقول لازم اقلمها على اساس ان هم اشجعها على التزهير وهم اشجع التفرع الاغصان يكون بشكل صحيح. الفيديوهات الاجنبيه اللي نشوفها لما يتكلمون عن تقليم النمو الاخضر اللي يكون في الصيف، دائما يتكلمون عن ان مثلا هذه كلها نمو موسم واحد، هذه الغصن كله اللي هو تقريبا مترين او خلنا نقول متر ونص، كل هذه نمو موسم واحد. فهم شو يقولون؟ ان نعد من اساس الغصن ست اوراق اللي هي هذه، ست اغصان اوراق، وبعدين نقطع، هذه اللي يكون تقليم الصيفي. بعدين في الشتاء لما تدخل النبتة السبات وتسقط كل اوراقها نرجع الى غدتين، يعني مكان غصنين اوراق ونخلي بس غدتين ونقطع، نقطع إلى ست وبعدين نرجع إلى ثنتين في الشتاء. إحنا بالنسبة لنا التقليم مختلف بسبب الجو، فاللي راح أسويه إني راح أقلم كل الأغصان إلى غدتين على أساس أشكلها، وراح نشوف الشكل النهائي ونخليها، وراح أيضا أعطيها جرعة من الـ NPK الإفراز البطيء على سطح التربة. فمثل ما احنا شايفين احنا انا ازلت اكثرية النمو اللي صار في الموسم اللي فات، ولكن مجرد راح انظف بعض الاغصان الميتة، راح ازيلها بس على اساس انظف النبتة.
هذا الغصن شوي طويل مو بعاجبني، افكر ازيله الى هني. راح اخليه حاليا وراح نشوف شو اللي تطور فيه ونشوف على اساسها. فعندي هذه هو الشكل تقريبا الشكل النهائي حاليا. مثل ما احنا ملاحظين ان في التفاف اغصان على بعضها، ومثل ما ذكرت لان هذه وستيريا يابانيه فهي تلتف على نفسها مع اتجاه عقارب الساعة، يعني من اليسار إلى اليمين. الوستيريا الصينية تفتر من اليمين إلى اليسار عكس اتجاه عقارب الساعة. فهذه هو الشكل اللي راح أخليها فيه حاليا، ما راح أغير الأصيص، راح أخليها لأن مثل ما احنا شفنا كلها النمو شلنا، فالجذور اللي موجودة في الأصيص تستحمل هذا النمو كله، وراح نشوف نموها هذا الموسم ان شاء الله. بالنسبة الى مكاثرة الوستيريا في طريقتين، اللي هي عن طريق البذور اللي تنتجها بعد التزهير. انا شخصيا البذور اللي شريتها ما لقيت فيها نجاح عالي. في ناس الطريق او في الطريقة الثانية اللي هي عن طريق العقل. انا الحين عندي نوعين من الاغصان، عندي الغصن دي اللي هو الخشبي المتخشب، وعندي الاخضر. التكثير او المكاثرة تصير عن طريق الغصن الاخضر، ما تصير عن طريق الغصن البني. ولكن راح اعترف لكم ان انا تجربتي في العقل غير ناجحة عموما، يعني في ناس ما شاء الله ناجحة في التكثير بالعقل، انا شخصيا يعني بالعزر تنجح عندي، فما أقدر أدعي أني أنا فاهم في الموضوع بشكل كبير، في ناس أفهم مني بكثير. ولكن راح أحاول أخذ هذه الأغصان الخضراء وأحاول أكاثرها، وراح أحط النتائج إذا نجحت في فيديو ثاني، يعني راح إذا نجحت راح أرويكم الطريقة في فيديو ثاني. ما أبغي أسوي فيديو ونشره لكم وبعدين نوصل نتيجة إن فاشلة وأضيع وقتكم معي. ف إذا نجحت إن شاء الله راح أنزل لكم فيديو في التكثير بالعقل. فإن شاء الله راح أكمل شغلي في الوستيريا، النباتات الوستيريا الثانية اللي عندي في البيت، لأن عندي أكثر من هذه، أكثر من واحدة، وراح إن شاء الله نتابع تطورها ونموها. فاللي راح يبقى لنا بس مجرد راح أضيف لها جرعة من الـ NPK وراح نشوف إن شاء الله التطور ونتابع إن شاء الله. راح أضيف هذه الفيديو إلى سلسلة على متابعة هذه الوستيريا إن شاء الله. فأتمنى أن استفدتم من هذه الفيديو القصير والسريع، واللي عنده أي سؤال أو أي استفسار ممكن يتركها في قسم التعليقات، وإن شاء الله راح أحاول أجاوب أسئلتكم بأسرع وقت ممكن. في أمان الله.